فنانة أبرار ثابت، مرحب فيك بالإمارات نيوز. تسلم، سعيدة بمشاركتي معكم في هاللقاء، وأنا ترى من متابعين إمارات نيوز. طبعا نحن أول مرة بيسعدنا ومنشوفك نلتقي فيك هيك وجه بوجه ونتعرف عليك. صح، أول مرة وإن شاء الله مو آخر مرة. ما شاء الله، أنتوا كلكم بالبيت بنات؟ أي بنات، وكلنا بالوسط الفني. حلو كتير والله، عائلة فنية، بيك فنان، أمك فنانة؟ لا، بس خواتي وأمي كانت أمي تمثل قبل، وبس صرنا إحنا كلنا يعني خواتي عائلة فنية. أمك كانت تمثل بالأول؟ قبل، من زمان. معروفة؟ يعني حكى عنها بالصحافة؟ يعني إيه، زمان في الخليج. صح، كانت تمثل. إيه صح. أنت أصغر وحدة؟ إيه أصغر. بين عليك هيك، أدي عمري؟ لا يعني لا تسأل بنت كم وزنها ولا كم عمرها، ها ما تصيدني. لا، انه انت بعدك صغيره بتخافي، انه ما بنسمع انه البنت لما بتكبر شوي بصير تخاف انه ما تقول عمرها، بس انت بعدك صغيره، يعني عمرك 18 20 عشرينات يعني. اوه، في العشرينات يعني ما بقول. طيب اخواتك كلكم بتمثلوا، ما حدا احترف الغناء ليه؟ كنت بدايتي كنت مشاركة في برنامج غنائي، برنامج نجم الخليج ب 2010، يعني بس من بعدها اكتشفت ان انا عندي موهبة ثانية اللي هي موهبة التمثيل، ومع الوقت اكتشفت اني او مجال التمثيل حق البنت اكثر واكبر فرصة من الغناء، فعشان شي توجهت حق التمثيل اكثر. بس الغناء يعني انه بالخليج ما كتير في مغنيات، فالفرصة اكتر واحلى. لا، الفرصة أنا بالنسبة لي للشباب هي أكثر فرصة، البنت الخليجية أنها تغني يعني يدوب تلقى شي ناس بالحظ يطلعون، والموجودين الله يوفقهم إن شاء الله. يعني في أنت مثلا من جيلك أنت مين بتشبهي أسيل عمران؟ بيشبهوك فيها شيء؟ يقولون أنا أشبهها، بس تدري عاد أنا ولا مرة التقيت فيها بالصدق، إن شاء الله نلتقي قريب. أي وايد يقولون لي أنا أشبهها، وجلها تحية أسيل عمران، يقولون لي أشبهها. أسيل غنت ومثلت، وين بتحسيها نجحت أكثر؟ لا أنا مالي شغل بالناس، هي الله يوفقها بالشيء اللي هي تختاره. لا تسألني عن الناس، سألني عني أنا، وين هي ما تحب تكون. إنه لا، مش ضروري يكون هجومي الرد، يعني مش ممكن، يعني مش إنه مش ضروري إنه تكون الرد السؤال سلبي، إنه ممكن يكون إيجابي. أنا بقول لك مع الأسف الحين يعني لما أنت تقول عن رأيك، أو بعض الناس لما يعبرون عن رأيهم يزعلون، وأنا أصلاً من الناس اللي ما أحب أقول رأيي، مو بلأن أنا ما عندي رأي، لا بس إن أنا متحفظة بهالشيء. فهي بالعكس، هي الله وفقها بالتمثيل والله وفقها بالغناء، فحلو بالعكس لو عندها موهبة ثالثة، فإن شاء الله الله يوفقها فيها. يعني هي وين تشوف نفسها؟ يعني السؤال يتوجه لها هي. هلا أنت غيرتي لون شعرك، أنت كان أشعر مش هيك؟ أنا وايد أحب أغير لون شعري، عادة شي من أتملل أروح أغير لون شعري وقص شعري. وين حسيتي حالك أحلى من؟ يعني في ناس يشوفون الأشقر أحلى عليه، في ناس يشوفون الأحمر، في ناس يشوفون الجري، بس أنا أحب أغير، ما أحب أكون نفس ما أنا، ما أحب الروتين، أحب أغير من شكلي. أنت صوتك حلو. يقولون بس ما بغني. ما بغني. شو بتغني أكتر شي هيك بتدندني بالبيت مثلا؟ لا، هاي أنا قطعت الغناء من زمان، فالحين أنا ما أغني. لو كنا مثلا في أوبريت يعني، أو في مسرحية مثلا، مثلت مسلسل، إن لما أوظف الغناء في التمثيل صرت، مو إنه يعني أحترف الغناء كحفلات أو إنه كألبوم وكذي، لا. ما طبعا شفنا تعليق إنه أو حطوكي إنه أنت مشاركة بمسلسل صيف بارد، وكنت رديتي انت على الموضوع، شو القصة؟ اولا اوجه حق اسرة المسلسل كل التحية، المسلسل انا مو موجودة فيه من الاساس. اللي ضايقني ان نزل خبر ان انا كوني بحرينية اني انا اسيء للفتاة السعودية، وهاي الشيء انا ما اقبله، انا لا اسمح لا لنفسي ولا للغير يقول ان انا اسيء حق اي دولة كانت، فذي الشيء وايد يضايقني. فتخيل ان انا يجيني هجوم من شيء أنا مو مسويته، هجوم إنه أنتي على أي أساس وتتكلمين وأنا أصلاً مو مشاركة بالمسلسل. فإيه اتجهت للقضاء، لأن يوم صار إن إحنا نتكلم مع الشخص اللي كتب باللقاء،
شنو كان رده؟ يقول لا هي تدافع عن المسلسل. ليش ادافع انا؟ لا شفت المسلسل ولا ادري عن المسلسل ولا تكلمت عنه ولا صرحت عنه. انت ليش تدخل حتى في نيتي ان انا ادافع؟ انا ما دافعت ولا تكلمت، وانا اصلا اكثر واحده بالوسط الفني بعيده عن اللقاءات، بعيده عن المشاكل، بعيده عن كل شيء. يعني انا ما احب اللويا، ما احب الجدل، ما احب ولا شيء. فتعرف المثل اللي يقول لك تجيك التهايم وانت نايم؟ انا كذي صار لي. فلا انا ما بسكت عن حقي، لانه مو معناته ان انا ساكته معناته يلا كل شيء في راس ابرار. فضايقني الموضوع وايد مو شوي. مين اللي حكى بالموضوع؟ شنو مين اللي نزل الموضوع؟ جريده من الجرايد المهمه، واللي نزل موضوع صحفي. انا بصراحه اول مره اسمع اسمه، يعني اكن الاحترام طبعا، بس انه ضايقني الموضوع انه هو ياب اسمي وبدون ما يتاكد من الخبر. يعني انت صحفي، المفروض انك انت تعرف انت قاعد تكتب شنو. انا ما اتكلم عن شغلك ابدا، انا ما يخصني، بس ان انت تغلط يعني على الاقل توجه اعتذار ان لا انا ما اقصد ابرار، مثلا انا اقصد فلان او فلان او علان، سواء كنت انا او الناس يقولون لا زين خواتك مشاركين بالمسلسل. اتحدى اي حد يجيب مشهد ان خواتي ساءوا للفتاة السعودية او ساءوا لاي دولة كانت. في النهاية احنا بحرينيين، يعني احنا عيال السعودية، احنا السعوديين نعتبرهم اهلنا، انا ابرار وبنات سبت كلنا احنا عيال السعودية، احنا ما عندنا مشاكل، بالعكس ولا عندنا اصلا اي خلافات. على اي اساس ليش يبون يسوون مشاكل بيننا؟ احنا ما عندنا اي مشاكل مع اي احد. طيب كيفك انت على السوشيال ميديا؟ والله صار لي فترة وايد طويلة مختفي عن السوشيال ميديا. اكيد انت تتابع السوشيال ميديا والناس قاعدة تتابع، ان مع الاسف الحين صرنا في وضع او صرنا في وقت انه يعني كل من بيسوي اي شيء ينشهر على السوشيال ميديا. والمشكلة ان في بعض الناس يجمعون يقولون كل اللي انشهروا وكذي كلهم كذي، فانا ابتعدت، لان انا مو كذي. انا عندي رسالة، انا فنانة ممثلة، امثل ادوار، وبعض الادوار اللي انا اسويها تساعد وايد ناس. فانا لا، انا لي هدف، مو انا عشان بس ابي انشهر، مع ان عندي وايد اخبار وعندي وايد سوالف وعندي وايد قصص، بس انا ما احب عرفت السوالف اللي اي شيء فيه جدل انا ما احبه، فانا وايد مختفي عن السوشيال ميديا. طيب هلا نحن هون متواجدين مهرجان الفجيرة للفنون، خبرينا عن حضورك وخبرينا عن اخر اعمالك، شو الجديد؟ اولا انا وايد سعيده اني متواجده بمهرجان الفجيره الدولي بدورته الثانيه. هذه طبعا انا كنت موجوده بالدوره الاولى والحين الدوره الثانيه، فوايد مستانسه. حلو الحضور، حلو ان احنا تجتمع كل الثقافات العربيه والعالميه تحت اطار مهرجان واحد، نشوف الفنون بكل انواعها، سواء الفن الافريقي او الفن الاجنبي او العربي او الخليجي. فوايد حلو ان انا اكون موجوده. حبيت التنظيم، حبيت كل شيء. وجديدي ان عندي فيلم طربال رايح جاي اوريدي قاعد ينعرض في السينما، وان شاء الله عندي جديد بعد باذن الله فيلم. الحين توجهاتنا صارت سينمائيه اكثر، هاي شيء حصري قاعد اقوله حق امارات نيوز. ومن ناحيه المسلسلات، اخر مسلسل سويته من اجلها كان مسلسل بطوله مطلقه لي، كاول بطوله مطلقه لي فعليا يعني باسم المسلسل. فسعيده، اوكي دائما اشارك مسلسلات بطوله عشان يعني نوضح الفكره، بس انه مسلسل باسمي فهاي شيء وايد حلو، انا مستانسه منه. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا.